نشكروا اليوم فاتكات على الحضور ديالها لمواكبه هذا المهرجان اللي هذا المهرجان اللي كيكون كل سنه تقريبا كل عيد كبير. هذا المهرجان اللي كيتكون من ثلاث ايام كنبداو في نص نهار ديال العيد الكبير اللي هو كنخرجوا مع ديك الثلاثه ولا جوي العصر وكنواكبوا النهار اللي جاي والنهار الثاني، يعني ثلاث ايام كتكون عندنا في هذا المهرجان. هذا المهرجان اللي كنحاولوا نختموا به المنطقه ديالنا، كنحاول حيت الا ما مشيتش عند شي واحد كما كيقول كيبقى فيه الحال تيقول لك هذا فاتني وما جاش عندي. يعني حنا كنحاولوا نخدموا واحد ثلاث ايام باش 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 نمروا في المنطقه كامله ونقدموا هاد الطقوس اللي تنقدموا ان شاء الله. وهذا المهرجان اللي هو مهرجان زوين اخوي، الحمد لله كيجمع لنا الدراري وكيجمع العائله وكندخلوا عند الديور وكنعرفوهم وكنشاركوا معهم هاد الفرحه هادي. الحمد لله هذا المهرجان هذا غادي فواحد الزينه وفواحد يعني في واحد الارتقاء اللي هنا الحمد لله حنا غنخدموا على واحد النطاق جمعوي اللي غادي يولي يدخل في واحد النطاق جمعوي غادي تكون من الرئيس ومن النائب وانتم كتعرفوا هذه المسائل هذه باش يدخل في امور قانونيه. الحمد لله هذا العام كانت واحد الامور قانونيه، كنا شدينا الترخيص عند الدرك الملكي والترخيص عند السيد القائد والسيد رئيس الجامعه اللي الحمد لله وقفوا معنا حتى هما وما عكسوا الناس، الامور كانت هي هذيك. الحمد لله حنا العناصر ديالنا قيدنا في واحد الوريقه اللي هما كيتكونوا من 50 واحد، منهم جوج سبوعه منهم واحد معزه وسته ولا 10 ديال اللي كيقولوا كنقولوا حنا عزونات، وكاينه الرابطه وكيكونوا يهودات اللي كيحافظوا على التنظيم ديال الساحه كما كتشوفوا تيحاولوا يخليوا المساحه خاويه للطباله والغياطه فاش يعطيو واحد الجو عائلي واحد النشاط للعائله. مهرجان يعني بوجلود وكما يطلق عليه بمهرجان شعيق، يعني تقريبا 110 سنوات باش هو كيتخلد تقريبا، لان الناس اللي كانوا كيجسدوا بعض الادوار يعني لحد الساعه تقريبا عندهم 130 سنه اللي هما ماتوا، ويعني كان هذا المهرجان يعني كيوصل حتى ل 100 عنصر، وهذه العناصر كتختلف الى ادوار، والدور الرئيسي والاساسي وهو الدور ديال السبع بالبطين كما يسمى السبع بالبطين، هو اللي كيلبس يعني البطين، ودابا طوروها ولاو جوج، وكاينه المعزه اللي كتلبس حتى هي البطين ديال المعزي اللي جديده الاختراع يعني ابتكروها مجددا، وكاين هناك يهودات اللي كيلبسوا يعني الجلاليب وكيلبسوا الاقنعه، وهناك كذلك عزونات اللي كيلبسوا زي نسائي، وكاين هناك الرابطه اللي هي عباره عن يعني ارمله مات زوجها، وهناك كذلك يعني الناس اللي كيأطروا المهرجان وكيأمنوه باش يدوز في واحد يعني المراحل اللي جيده، وهناك يعني جنود الخفاء اللي يعني كيخدموا قبل وكيديروا الاستعدادات ديالهم قبل المهرجان وكيجمعوا الاشخاص اللي ملمين بالمهرجان، وهناك بعض الناس اللي ما كيختارش باش يلعب، ولكن المهرجان كيجعلوه باش يختار. النهار الاول مثلا ما كيلعبش، ولكن النهار الثاني بحكم انه هو انسان اللي يعني مبلي بهذا المفهوم هذا بين قوسين ما كيشعرش حتى يلقى راسو لابس هذا المهرجان، وانا واحد منهم اللي كنت يعني كنلبس يعني الدور ديال يهودا، وكنت كنلقى مشاكل مع الدار وكيقول لي هذاك الدور راه فيه واحد يعني واحد تحيز، وتنقول لهم لا هذا راه مهرجان عادي، وحنا راه ما كنلبسوا على اساس باننا ننشطوا الناس ديال المنطقه ماشي على اساس الادوار ولا الاسماء ولا كذا. وفعلا يعني مهرجان يحتذى له ومهرجان يعني مشهود له يعني بالانسجام وبالنسق على الصعيد الوطني، وهذا مما من اجله يعني هذا يعني الرونق وهذه الجماليه التي تطغى على المهرجان جعلت بعض الناس يسكنون هنا بمنطقه بلعقيد، حيث اصبح الوافدون عباره يعني عن ثلثين من الساكنه وثلث واحد يشكل يعني اهل المنطقه.